الرحمن الرحيم. اليوم 15/7/2012، درعا، القطاع الجنوبي، الغرية الغربية. سنعرض عليكم احدى صواريخ الطائرات الهيلوكوبتر التي تستعمل ضد المدنيين العزل بالغارية الغربية القطاع الجنوبي. هذه احدى الصواريخ التي يستعملها النظام، نظام بشار. الله لا يوفقك يا بشار. هذه احدى الصواريخ التي تخترق منازل العزل، وهذه احدى قذائف الهاون التي يستعملها النظام ضد المدنيين العزل. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. وهذه احدى الشظايا، هذه الشظايا التي تخترق جسم المدنيين العزل والاطفال والنساء. وهذه احدى المضادات التي يستعملها النظام، وهذا مضاد 23.5 يستعمل لقصف ارواح المدنيين والاطفال. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انظروا، وهذه عدة صواريخ.